مثل رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما أمام المحكمة لمواجهة تهم بالفساد فيما يتعلق بصفقة سلاح قيمتها 2.5 مليار دولار. ويواجه زوما أيضا 16 اتهام، بينها التحايل والكسب غير المشروع وغسل الأموال. وخلال جلسة إجرائية طلب ممثل الادعاء ومحامو زوما من المحكمة تأجيل الجلسة حتى 8 يونيو ليتسنى للجانبين الاطلاع والتحضير للقضية.